طبعا هو المشكله في في في, في التصريح او المشكله في في رسوم النقابه. المشكله انت بتزاوي المهنه. انت حضرتك حضرتك هتقدروا تعملوا ايه في اليوتيوب؟ يعني ازاي يعني دي حاجه بقى انت حاجه يا حبيبي موجودين، اللي عايز يسمعهم موجودين، اللي عايز يجيبهم بره بره مصر يسافروا موجودين. لكن احنا اليوتيوب ما موجود، والقنوات الخاصه بتاعتهم بسم الله ما شاء الله اللي مليانه ملايين موجوده بسم الله ما شاء الله عليهم، الله اكبر. لكن احنا ملناش دعوه باليوتيوب ولا لا ولا لينا دعوه بالشغل بره مصر. احنا بنتكلم على نقابه المهن الموسيقيه في مصر، بنحافظ على اعضائنا وعلى حقوقنا وعلى تقاليدنا وعلى قيمنا وعلى القانون اللي اتنشأت عليه النقابه، مش ان احنا فاتحين نقابه دادات بنقعد ناكل ده ونشرب ده وندي معاش لده